اليوم مركز امتحان دورة تكميلية للبكالوريا بثانوية كهيدي الذي تشارك فيه 116 مرشحا من جميع مقاطعات الولايات الأربع. وقد مكنت الزيارة من التعرف على ظروف الامتحان والإجراءات المتخذة من قبل قطاع التهذيب الوطني لضمان سير الدورة التكميلية في جو من الشفافية والتنظيم. كما طلع الوالي في ثانوية كهيدي رقم 2 على سير مسابقة دخول مدارس الامتياز والتي يترشح التلاميذ الناجحون بتفوق في الامتحانات الوطنية في المستويين الابتدائي والإعدادي. وخلال هذه الزيارة عاين السيد الوالي رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين سير هذا الامتحان وظروف إجرائه على مستوى